ماشي كده دلوقتي عادي جوه البلد عادي. المفروض بقى طبعا في بتحسوا بخبطات، ده اصلاح في الطريق ومطبات. انما النقلات زي ما انتم شايفين في العداد تطلع بهدوء وتنقل وينزل الار بي ام، ده الكلام المظبوط. قياده هاديه، مفيش ما بتسمعش صوت النقلات ما بين واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. النقلات كلها طالعه نازله بهدوء كام، مفيش رجه. طبعا الاهتزاز ده من الطريق طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقه دي ان شاء الله زي ما شفنا اسلوب النقلات السليم المثالي، خصوصا النقلات اللي هو ترانسميشن او الجير العادي مش السي في تي، لان السي في تي بطبيعته ناعم اصلا لان ما فيهوش تروس وفصل وتعشيق. الجير العادي اللي هو الاوتوماتيك طبعا بيبقى فيه بلوف زي دي بتبقى عرضه لحاجتين، وهي دي اساس الحلقه. هل العيب عندك في الزيت او عندك بمعنى اصح سدد في بلف من البلوف وبالتالي النقلات ما بتتمش، ولا المشكله ان البلف نفسه او سولونويد او يعني حساس اللي هو الانبوت والاوتبوت واتكلمنا عليهم قبل كده في حلقه سابقه عندك في رابط فوق وسايبه في الديسكريبشن تحت. بلف من البلوف بقى فيه شورت، فيه قفله، فيه ماس كهربي جواه. طب انت هتعرف الحالتين ازاي؟ هل هفك الجير على طول ولا هنغير الزيت ولا هنعمل ايه؟ الحلقه دي ان شاء الله بنسبه 99% هتقدر تحدد بالظبط العيب فين، هل هو عيب كهربي؟ نبدا بالسهل وننتهي بالصعب اللي هو يعني مقصود بيها علبه الفيوزات، وبعد كده ننزل لو ما نفعش الوضع هننزل على الجير نفسه او الترانسميشن هنضطر نفكه، ولا هي موضوع عمليه تغيير زيت؟ هتغير الزيت ولو جابت نتيجه اوكي، ما جاتش يبقى هننظف البلوف. يبقى فهمنا كده احنا بنتكلم في ايه، ما نبقوش تايهين ونفك كل حاجه ونغير كل حاجه وممكن ما نوصلش لتصليح. عشان نبقوا فاهمين كمبيوتر السياره نفسه بيشتغل ازاي عشان يطلع لي عطل، هو شبه الافوميتر، جواه الشركه المصنعه محدده ليميت معين ماكس ومينيمم. الكمبيوتر بيبعت اشاره معينه لبلف بيشوف المقاومه بتاعته سليمه ولا لا، المفروض بترجع له تاني. لو الاشاره دي طلعت وما جاتش او لقى في مقاومه عاليه اكتر من اللازم او في الاشاره يعني شورت قفله او ماس، بيدي لك كود عطل يعني بتشوفه على كمبيوتر الاعطال. بعض السيارات مبقاش فيها الحساسيه دي، بقى عطل بسيط. يبقى في الحاله دي يبقى لازم هنستعمل اللي هو كمبيوتر الاعطال بتاعنا، وهندخل على اللايف داتا اللي هي البيانات الحيه او الداتا ستريم، هنشوف القرايات بتاعتها شغاله ازاي بشكل طبيعي ولا في مشكله. مش هنضيع وقت وهندخل على طول على الفيديو العملي، وتنويه بس بسيط عشان لازم طبعا لما في عيب كهربي لازم هندخل على المخططات اللي هو الرسم التخطيطي لدوائر الكهرباء. دايما بيجي لي كومنتات فين الدوائر فين الحاجات، نسبه قليله جدا حوالي يمكن 20% ممكن فري موجوده مجانا على الانترنت. تكتب موديل السياره بتاعتك، تطلب انت عايز ايه بالظبط يعني انجن او ولا ترانسميشن، وتقدر توصل للدوائر اللي انت عايزها. انما الغالب بيبقى بتدفع فلوس فيه، بتدفع يعني مقابل مادي. البرنامج الاشهر اللي هو الاول داتا، هنشوف بس لقطه كده منه او الفيديو 20 ثانيه بس شكله عامل ازاي، وندخل بعد كده على الفيديو بتاعت اول داتا. بتدخل طبعا على البرودكت، بتجيب الريبير الاصلاحات. هو بيتكلف في الشهر حوالي 190 دولار، في السنه بياخد حوالي 2270 دولار في السنه. هو طبعا مبلغ غالي لان هو طبعا بيغطي حوالي 95% من السيارات، 44000 نوع من المواصفات والمحركات الموجوده في السوق. ده عشان الناس اللي كانت بتسال البنات دي بتيجي منين. كده عندي مشكله في الترانسميشن كنترول موديول اللي هي وحده او كمبيوتر الجير نفسه، في مشكله الكهرباء واطيه ما بتوصلش بشكل سليم. طب انا هعمل لكم تيست كده، انا جبت العصايه على الدي وطبعا السياره مرفوعه. طبعا هندخل هنا على اللايف داتا عشان نشوف المشكله شكلها عامل ازاي. هنلاقي طبعا
النقله نفسها والسرعه السبيد. بص طبعا هنا السبيد صفر انا جايبه على الدي. هبدا بقى ارفع الار بي ام. طبعا دي جيب ليبرتي 2009 215000 كيلو. بصوا بقى كده انا وصلت ل 80 كيلو، شايفين الار بي ام عالي ازاي. بصوا هنا في ايه سكند جير النقله الثانيه، ما جابش النقله الثالثه. المشكله في النقلات، الار بي ام بيبقى عالي، السرعه المفروض بتبقى عاليه، ومع ذلك الجير ما بينقلش. طبعا دي مشكله كهرباء. هندخل على طول على المخطط الكهربي من اول داتا اللي احنا اتكلمنا عليه. المهم طبعا مش هدخل في تفصيلات هنا. المشكله في الريلي او الكتاوت الخاصه بي او المرحل الخاص بالكمبيوتر ده. المشكله ان القاعده بتاعته مش سليمه، القاعده السالب الارضي بتاعه في صدى، يعني هي موضوع صدى، الجراوند مش شغال بشكل سليم. يعني انا هوريكم برضه تيست كده بسيط، هنفك الكتاوت دي ونشوف القاعده بتاعته. طبعا انا بتكلم على فكره اصلاح، ما بتكلمش على الموديل ده بالذات، يعني ممكن تكون عيوب بسيطه وممكن ندخل في متاهات ما نوصلش الحل. عيب بسيط جدا طبعا، ده نتيجه الزمن 2009 قديمه، غسيل عربيه بتاع كلام زي ده. القاعده بتاعت الريليه او الكتاوت مش واصل ارضي صح. لما بتقيس ما بين الموجب بالافوميتر عادي ما بين الموجب والارضي، ده المفروض بيديني 12.6 12.5 فولت. بص انا حاطط هنا الافوميتر على الموجب البطاريه والقاعده الجراوند يبقى كام؟ هنوريكم كده دلوقتي فرق الفولت، فرق الجهد كام فولت. ده كده الموجب اهو، واحط البن الثاني على السالب. طبعا اعطاني هنا 12.2. بصوا بقى الارض بتاع قاعده الكتاوت او قاعده الريليه عاطي بقى كام فولت، شايفين 6 فولت. الكهرباء مش مظبوطه، في صدى في المنطقه دي والسلك مقطع. فهنعمل وصله كده نسميها وصله بلدي بس نشوف الدنيا ماشيه ازاي. هناخد سلك كده من القاعده اللي فيها الصدى ده ونوصلها شاسيه اهو، بشاسيه باي مسمار في العربيه كده، بس نشوف هل هتشتغل بشكل سليم ولا لا. اهو مسمار عادي، وبعد كده نبقى ايه نقفل الشغل بشكل سليم. بس انا بس نشوف بس نتاكد ان التوصيلات او الفكره دي فعلا هي المشكله. هندخل نشوف اللايف داتا، ودي اهميه الكمبيوتر على طول قبل ما نفك ونعمل اي حاجه. هناخد برضو السبيد والنقله اهو. هنبدا نرفع الار بي ام والسبيد، هنشوفها وصلت كام. طبعا ده كده على الفيرست جير او النقله. العربية طبعا دي 4 نقلات، احنا وصلنا 60 اهو. شايفين الار بي ام كام؟ 70 و1500 لفه، 80 ما وصلش حتى ال 2000 لف. اهو وصلنا 90 100 2000 لف 120 2500 لف. بص اهو فورس جاب النقله الرابعه. هبدا انزل بالار بي ام بقى. بص الثالثه اهي سيرت ايه فيرست، نقلات مظبوطه واتحلت المشكله، مجرد كان سلك ارضي مش واصل. ده اللي انا بتكلم عليه. لازم نستعمل يا جماعه اي اعطال كهرباء، لازم نستعمل المخطط وقلنا يتجاب منين وكمبيوتر الاعطال. طيب لو انت ما عندكش لمبه تشيك انجن وعندك مشكله في النقلات، يبقى انا عندي كده مشكله في البلوف نفسها، سدد بمعنى اصح. لو في، لان لو في عيب كهرباء، يعني لو في عندي شورت جوه البلف عيب كهرباء، هيطلع لي لمبه تشيك انجن. ده الفالف بادي، دي البلوف الخاصه بالنقلات، ده
واحد من النقلات من البلوف بيبقى عليه دايما شبكه شبه بلف الفي في تي بتاع عمود الكامه. لو تم اهمال الزيت او لو طبعا عندك عيب كهرباء هيطلع لك لمبة شيك انجن. عيب كهرباء يعني شورت، مقاومه عاليه، اي حاجه. فطبعا لازم بيتقاس الاول بالافوميتر ويديني اوم. لو اداني زيرو اوم يبقى في شورت او قطع في السلك بتاعه. مع اهمال الزيت الشبكه او المصفه دي بتتسد، وبالتالي بيكون ضغط الزيت مش مظبوط، فلازم يتنظف. يتنظف بمنظف جاف WD-40، ده زيت هيتخلط مع زيت الجير اللي هو في الفالف بادي اللي احنا شايفينه، او مخ او خريطة الجير اللي احنا شايفينه. زي ما شفنا عندك عطل، ابسط حاجة واقل تكلفة ممكنة هتكشف بكمبيوتر الاعطال، لان هو اللي هيحدد لك بالظبط هل في كود، هل في اللايف داتا زي ما شفنا في مشكلة محددة. تقدر على هذا الاساس تشتغل، ما نشتغلش كده ايه عشوائي. وطبعا سيادتك اللي بتدفع الاموال في الموضوع ده بس. ونشوفكم في حلقة جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.